شوف الفريق اللي ولكن اوكي هذا خطير. واش اللي كاين؟ لان علاش راه كاين السياسه الرياضيه راه ما يمكنش هادشي بيمشي يمكن تمشي على المنتخب ديال اللي باقي الان كان كحصرناه رصيد او بالماريس انا لعبنا الفيره ديال كاس افريقيا وحنا كانوا كيقول لك الطياره ما غتوقفش كلشي كان كيقول غطير الدور الاول استقبل لعب النهايه الرجاء كيفاش مشات كاس ديال البرازيل كاس ديال البرازيل مشاو شتين مشاو المدرب اخر لحظه داو فتحي جمال الطوبي نفس الشكل اللي مشات الان الرجاء مشات مشتل تاع اكادير راه جابوا مدرب اخر لحظه اللعاب عندهم مشاكل استقبل لعبوا النهايه علاش مكاينش منطق مكاينش المنطق لا حتى لو كان المنطق تحتار ما يمكنش دير النتائج علاش لان فعلا مكاينش استراتيجيه عمل اللي كتاديك واحد زائد واحد كيساوي جوج حنا كنلعبوا على الفلاتات على ملي كيطلع عندنا عويطه وقرو جمال هذاك الشيء مخطط له حنا كنعتبروا على الفلاتات القدريه غادي في حقه وغادي علاش مكاينش واحد السياسه الرياضيه ما كاينش استراتيجيه العمل مكاينش تحديد الاهداف لو كنا كنجلسوا كنبلانيفيو كنقولوا حنا مثلا المنتخبات القويه غتقول غتمشي تنافس علاش لان عندها ارضيه ديال العمل وصلات واحد البرنامج انتهاتو كتقول فعلا غننافسوا على كاس العالم غننافسوا على كاس افريقيا علاش لان عندنا واحد مخطط حنا ما عندناش هادشي كنتظروا وكتعطي الله وكتجي النتائج هكاك.